لما تقوم الحرب احنا اللي هنموت. العساكر، حكايات التجنيد الإجباري في مصر، الأحد في 10:05 مساء بتوقيت مكة المكرمة. القناة الخسيسة مفبركة فيلم بتهاجم فيه الجيش المصري. على فكرة الشعب المصري عنده وعي وأذكى من كده بكتير. بعدين هو ده اللي ربنا قدركوا عليه؟ وانتوا بقى تعرفوا ايه عن الجيش المصري؟ احنا هنرد عليكم وهنعرفكم ايه هو الجيش المصري. الجيش المصري هو أول جيش نظامي في العالم، تأسس سنة 3400 قبل الميلاد بعد توحيد الملك مينا لمصر، يعني أقدم جيش على الكرة الأرضية. ومن وقتها والجيش بيتكون من المشاة والعربات اللي بتجرها الخيول والرماحين وجنود الحراب والأسطول اللي كان بيحمي سواحل مصر البحرية ونهر النيل. نقطة قوة الجيش المصري إنه من المصريين مش من المرتزقة الأجانب زي ما بتعمل قطر. بصوا كده على الورقة دي متعلقة على مكتب التجنيد في الدوحة، بكل صراحة مكتوب انهم بيجندوا الباكستاني والايراني واليمني والسوداني والصومالي. ده طبعا غير ان التجنيد عندهم اجباري من سنة 2014، وبالتريقوا على مصر ان التجنيد فيها اجباري. جيشها كله 12,000، منهم 8,500 مرتزقة من جنسيات تانية. في دول كده ما عندهاش جيش عشان عاشت عمرها على دول تانية تحميها. الجيش المصري جيش بيمتلك عقيدة قتالية وطنية مقدسة. ليه؟ لأن المصري من 7000 سنة بيؤمن إيمان مطلق إن أرضه أرض مقدسة وإنها مركز الكون، عشان كده الدفاع عنها هو شيء مقدس عند المصريين. وفي مصر لما العسكري يستشهد تلاقي أبوه وأمه بيبعتوا أخوه مكانه، عشان كده ممكن تلاقي في الأسرة الواحدة 3 إخوات شهداء في سن 21. يعرف إيه ده عن الدنيا؟ اللي يعيش امتى؟ مين اللي علمه كده؟ دي عقيدة لا توجد الا في الجيش المصري. ارضي هي عرضي. فاكرين المجند اللي توجه على العربية المفخخة عشان يفادي الكتيبة بتاعته، ولا المجند اللي اخد الارهابي بالحضن وجري بيه عشان يفادي زمايله؟ فتحت الصفحة بتاعت الساعة خمسة وربع صباحا، فوجئت ان هو كاتب: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسوله. اتصلت عليه على طول، يعني: عبد الرحمن، إيه اللي أنت بتكتبه ده؟ في حاجة يعني؟ الله، قال لي: يا بابا، أتمنى أن أخرج من الحياة النظيفة ده في الجنة ونعيمها كما في الله. يا بختهم في الجنة ونعيمها. أتمنى أن أخرج من الحياة بنفس النفقة. التجنيد الإجباري اللي بتتهكموا عليه ده علمنا إزاي نبقى رجالة، علمنا معنى الوطن، علمنا معنى الأرض، علمنا معنى الفداء والتضحية، معنى شرف أن تكون جنديا. التجنيد الإجباري ده أحبط محاولات داعش وغيرها من ان مصر تكون نسخة من التمزق اللي موجود في اليمن وفي سوريا والعراق وليبيا. التجنيد الإجباري ده حافظ على أهل مصر من التشرد في دول العالم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا فيها جندا كثيفا، فذلك الجند خير أكناف الأرض. طبعا اللي ما تعرفوش قناة الجزيرة ان الفيلم اللي كانوا يقصدوا بيه تشويه سمعة في الجيش المصري كان احسن دعاية لحب الشعب المصري لجيشه. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. محدش يفكر ان طولة بالي وخلق الحسن معناه ان البلد دي تقع. قسما بالله اللي حيقرب لها لا اشيله من فوق وش الارض.